الأول من مجلة الإيكونومست البريطانية واللي حللت في تقريرها السنوي الوضع الاقتصادي في مصر خلال السنة الماضية وقدمت توقعات لغاية عام 2022. التقرير توقع أن الاستثمارات الجديدة في مصر هتتركز في قطاعات التشييد والبنية التحتية والطاقة، وقال أن الحكومة سددت جزء كبير من ديونها للشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة لتتراجع الديون من 6.4 مليار دولار كانت علينا في 2012 ل 2 مليار دولار في منتصف 2017، وده حفز وشجع الاستثمار في القطاع. إن كل من قطاع التشييد والطاقة هيكونوا المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وتوقع كمان زيادة معدلات النمو الاقتصادي من 4.2% في 2017 ل 4.8% في 2018، ويوصل ل 5.3% في 2019 و 5.5% في 2020 و 5.8% في 2022 و 6.2% في 2023. عفوا. وبالنسبة لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، توقع التقرير انخفاض سعر الدولار من 17 جنيه 79 قرش للدولار في 2017 ل 16 جنيه 56 قرش، ده هيكون في 2018 ويستقر عند سعره العادل اللي هو في حدود 13 جنيه و80 قرش في 2022.